دونك هذه العمليه ديال عمليه المراقبه تاتي في اطار واحد تتبع وضعيه التمويل على مستوى الاقليم ديالنا اللي تتميز بواحد الظرفيه اقتصاديه عالميه تتميز بغلاء الاسعار على المستوى العالمي اللي مرتبطه بمجموعه من الاسباب اهم وهذاك الحرب الروسيه الاوكرانيه ونتائج اثار كورونا اللي خلفت واحد الوضعيه اقتصاديه اللي صعيبه واللي تتجلى في ارتفاع الاسعار وخاصه جميع الاسعار وخاصه الاسعار ديال المواد الغذائيه. بالنسبه للمغرب كنت عارف واحد الجفاف ديال تقريبا ديال هذه عمليه متتاليه اللي كان عنده تاثير على المواد الغذائيه بحال داك المنتوجات ديال الخضر والفواكه بحال المنتوجات ديال الحليب واللي كانت تتعرف نقص في هذا. بالنسبه للعمل ديال تنخدموا في اطار لجنه اقليميه مختلطه تتشكل مجموعه من المصالح اللي خارجيه اللي تتدخل في العمليه ديال التموين والمراقبه وتركزوا مجموعه من العناصر الاهم. العنصر الاول في هذه العمليه هو التركيز على وضعيه التموين، تنشوفوا واش التموين كاين واش ناقص، شنو هي المواد اللي ناقصه، تنحاولوا نعرفوا شنو هي الاسباب وتنخبروا المصالح ديالنا المعنيه بهذه الوضعيه لاتخاذ الاجراءات اللازمه فيما يخص الوضعيه اذا كانت شي حاله مثلا ديال نقص في ماده. العمليه الثانيه هي تتبعوا داك ليفوليسيون ديال البري حاله، تتبع الاسعار ديال المواد الغذائيه تنشوفوا شنو هي المواد اللي مثلا اللي تتعرف اللي عرفت ارتفاع، شنو هي اللي مثلا ستار، شنو هي اللي انخفضت، باش نديروا مذكرات في هذا الشان. بالنسبه للعنصر الثالث وهو تنحاولوا تكون العلاقه التجاريه بين المهنيين تتكون مبنيه على الشفافيه وفين تتجلى هذا تتجلى في محاربه ظاهره ذاك المضاربه والادخار السري ديال المواد الغذائيه، لان هذه المواد هذه الا كان فيها الادخار تتكون قليله وتتكون مضاربه وتيكون ارتفاع الاسعار. بالنسبه للعنصر الرابع هو ديال اشغال اللجنه وهو تنديروا محاضر المخالفات وترسلوها المحاكم المعنيه طبقا للقوانين اللي تنخدموا بها اللي هي الاهم ديالها هي 31.08 المتعلق بحمايه المستهلك وقانون 104.12 المتعلق بحريه الاسعار والمنافسه اللي تنخدموا به، وكذلك القانون ديال 77.15 المتعلق بمحاربه الاكياس البلاستيكيه. والاهم دابا حنا في هذه الوضعيه ديال دابا اللي تتميز بالصعوبه ديال الصعوبه الاقتصاديه وارتفاع الاسعار تنحاولوا نركزوا على بان حاله تمويل السوق المحلي تكون مستقره ومتوفره، جميع المواد متوفره. التجربه ديال القدره الشرائيه ناقصه، حنا ديال التمنا ناقصه شويه في العام اللي نسلفه زين. ايوا هذوك راه القطاع الخاص ديك القطاع بوحدو، اما حنا راه عندنا هنا هذاك الشيء محدود، هذا السلعه اللي غنزيدو فيها الخبز راه الثمن ديالو محدود، راه معروف الثمن ديالو من قديم الزمان، درهم و20 درهم 8 فرنك خبز صغير، كومير درهم و20 خبز 600 درهم. دايروا شي وقفه كيما الفرنساويين زادوا عليهم الحليب، راه كيقولهم كلشي في الشنطه، حنا غنديروا وقفه ولكن حنا ماكاينش الغير بالنا غيقدروا ينوضوا يديروا المظاهره، ماكاينش اللي غيقدر ينوض ديرها. انا شي مظاهره الا درناها في الكره المغرب المنتخب ديال المغرب راه خسر كنا راه مدخوره وما خسر فينا جمع دور، هذاك الشيء شفناه شاف الحكومه شافت الحيحه الناس ناشطه الحليب زاد 80 ريال بقى هذه المغرب ما ربحاتش كنربحات شحال غنتخلصوا هذا الحليب ناخذوا ب 1000 ريال يا طوب هذا الشيء بزاف ما طيش 400 شنو دابا علاش داخلين دابا يقولوا شنو الجديد والقديم هادشي دابا دخلوا على مول الحانوت باش الزيت يطلع هو الا كنت باكي تديرها الفرن في العشيه تسمع فيها 260 يقول لك هما اللي دازوا لعندنا وشافوا السلعه وقال لك هادشي قديم هو قال لك غيقول لك غنبدلوه منين غيبدلوا المعيشه. انا كذلك ياك عرايبي وشركه وحده تتخدموا علاش شي حوان صغاور رايبي، حنا من رايبي صغاور حوان تعرف الله تبيعوا لي بدرهم ولا تعرف ما تعرفش الله تبيعوا لي بثلاثه ريال تقول لي سير سولو هو سول انت اللي تتاخذ من الكاميو انت تبغي توريني البو ها
علاش واحد تيقول الحلال وواحد تيقول الحرام؟ علاش راه يبدا انا من واحد تبيعو بثلاثة ريال؟ يعني دابا انت كتقول كل بقال كيبيع بالثمن اللي بغا؟ اللي بغا، هادشي ما كاينش اختي في القانون، تنعرف انا الا كانت ثلاثة ريال تكون خالدين على اي واحد ثلاثة ريال. ياس راك عارف الناس ضعفاء، احسب الغلا ما طيشا 240، اللهم يدي نص كيلو ديال الفول 100 ريال، 100 ريال 120 ريال كدير الفول احسن له، او نص كيلو ديال العدس ب 7 دراهم ونص، احسن له ما يدي كيلو ديال الماطيشا 240. هذا والحمد لله راه الأتينا جد مناسبة مع السياق الدولي اللي كاين وهذا، راه الحمد لله حنا راه بالحكمة ديال صاحب الجلالة الله ينصرو راه الحمد لله قايم راه الساعة كاينة موجودة ديال أنحاء العالم، يعني ما كاين تخصص في مادة الحمد لله، كاين اكتفاء والحمد لله هذا راه فيه خير الحمد لله. بالنسبة للمواد القطاني، بالنسبة للقطاني اللوبيا كتعمل اليوم 13.50، الحمص كاين من 17 حتى 20 درهم، الفول السوداني كيلعب على من 25 30 درهم. بالنسبه للكاوكاو ها ثابته هاد الاثمنه، ثابته بالجمله ماشي التسقيط، هذه بالجمله، وهذا الثمن ديال القطاني بالجمله. الاسعار على حسب هاد المنطقه، بالنسبه للمغرب كاين شويه الجفاف وكاين هاد الحر، هي اللي طلعت بالنسبه للطاقه وهاد الامور هي اللي درت الاسعار. قد تحبس الحرب يتغير الاسعار. نتمنى ذلك ان شاء الله. نتمنى والله يروى المغربي ان شاء الله يكون شي سنه مقبله غادي يتغير الاسعار.